لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع أصل من أصول الإيمان، هو الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله. وذكرنا أننا نؤمن بالكتب إجمالاً وتفصيلاً. إجمالاً أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى رسله شرائع ورسالات، وتفصيلاً أي نؤمن بما سماه الله عز وجل لنا في كتابه من رسالاته التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم. ونؤمن ونؤمن أن هذه الكتب أصابها تحريف وتغيير، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن خاتم الرسالات، وجعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب السابقة، يعني حاكما وشاهدا وأمينا وناسخا لهذه الكتب. ونؤمن في القرآن أنه كلام الله حقيقة. وهذه هذا الفصل الذي نتكلم عنه هذا فصل مهم جدا، فنرجو من الأخوات أن ينتبهن لهذا الفصل جدا، لأنه معتقد في القرآن، ولأن هناك فرقا ضلت في هذا الباب، ومن هذه الفرق من يعيش بيننا الآن، وهم الأشاعرة والمطردية. الأشاعرة هذا منهج عقائدي كلامي يدرس في الأزهر ومعاهد الأزهر ومدارس الأزهر وغيرها. والعقيدة المطرودية هي عقيدة أيضا كلامية نسبة إلى أبي الحسن الماتريدي، وغالب أهل الشرق يعتقدون هذه العقيدة. لذلك ينبغي أن ننتبه لهذا الكلام جدا. القرآن كلام الله حقيقة. السلف يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له صفات، ومن صفاته عز وجل صفة الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فنعتقد أن من صفاته عز وجل صفة الكلام، من صفاته صفة الكلام. فالله عز وجل لم يزل متكلما، والله سبحانه وتعالى
صفة الكلام له صفة ذاتية لا تنفك عنه، كما أنها صفة فعل أنها متعلقة بمشيئته، فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل صفة قائمة به غير منفكة وبائنة منه، يعني صفة ذاتية لله لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء. لذلك قال السلف: لم يزل ربنا سبحانه وتعالى عليما قديرا خالقا مريدا متكلما سبحانه وتعالى عز وجل. وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الخالق لا يقاس بكلام المخلوقين، والله عز وجل يكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله، ويسمعه عز وجل على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله، كما أنه سبحانه وتعالى يسمعه عباده في الآخرة بصوت نفسه سبحانه، وكما أن كلامه عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، كذلك صوته سبحانه وتعالى لا يشبه صوت المخلوقين. إذ جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت، ينادي الله عز وجل بصوت، هكذا جاء في الحديث: يا آدم أخرج بعث النار. كذلك أيضا كلماته عز وجل لا نهاية لها لا تنفد، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل. فالقرآن كلامه، صوره وآياته وكلماته تكلم به سبحانه وتعالى، وكذا معانيه أسمعه عز وجل جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم أمته. وليس لجبريل ولا محمد إلا الأداء والتبليغ، وهذا معنى قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، يعني المقصود أنه أداه وبلغه لأنه رسول رب العالمين، وشأن الرسول أن يبلغ الرسالة التي أرسل بها. والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو أيضا الذي في المصاحف، فعندما نفتح المصحف وننظر فيه هذه الآيات هي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن العظيم منزل من عند الله عز وجل ومتعبد بتلاوته، ولا يجوز مسه باليد للمحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذا أيضا القرآن هو قرآن واحد ومنزل غير مخلوق. هذه جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن العظيم. يقول هنا الشيخ فصل: والقرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه. إذن كلمة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام الله، حروفه ومعانيه هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى حقيقة. فعندما يؤمن العبد أن هذا كلام ربه سبحانه وتعالى، فعندئذ يجله ويعظمه ويتلوه بحضور قلب وخشوع وتأمل وتدبر، ثم يعمل به
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. فهو محفوظ حروفا ومعاني، فلم يروى بالمعنى فقط، بل لم تغير ألفاظه، ولا هي تحتمل التغيير، كالحديث القدسي مثلا. الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، المعنى أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول، يقال في رواية الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما يرويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل، قال الله عز وجل. فالمعنى أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ فمن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وهناك قول آخر أن الحديث القدسي المعنى واللفظ هو من كلام الله عز وجل. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن منزل من عند الله، وهو معجزة، وهو متعبد بتلاوته، كما أنه لا يجوز لأحد أن يمس المصحف وهو محدث. أما الحديث القدسي فليس كذلك، وأيضا الإنسان متعبد بتلاوة القرآن، فنحن عندما نقرأ القرآن نأخذ على ذلك أجرا، كل حرف بعشر حسنات. لكن الحديث القدسي ليس بهذه الصفة. على كل، الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لو قلنا إن الحديث القدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله عز وجل لكفى ولكان أسلم. إذن الحديث القدسي الكلام كلام الله عز وجل من حيث المعنى، وأما اللفظ فهو من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون الله عز وجل قد تكلم بهذه الألفاظ بعينها، إنما نجزم بأنه قد تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه. فالشيخ هنا يرجح القول الذي يقول في تعريف الحديث القدسي: المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الآخر أن اللفظ والمعنى من الله عز وجل. وفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي ما ذكرناه. أما الحديث النبوي فمعناه من الله وحيا، فمعناه من الله وحيا، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث النبوي معناه أوحاه الله إليه، إما أنه ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه جاءه جبريل، أو أنه رأى مناما، بأي طريقة من طرق الوحي. يقول: الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، على أساس كما ذكرنا أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث النبوي يجوز أن يروى بالمعنى، ولكن هذا يكون للعلماء الذين يفرقون بين المعاني. وهذا كما ذا في زمن الرواية، أما الآن الأحاديث ولله الحمد قد دونت وقد ثبتت ومواطنها معروفة في الكتب. يقول: والثابت عن الصحابة أنهم رووا الأحاديث القدسية
كما رووا الأحاديث النبوية، واختلفت ألفاظهم في روايتها، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالحديث بألفاظ متعددة، أو أن الصحابة رووها بألفاظ متعددة، وهو أظهر والله أعلم. على ترجيح أن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى لعالم بذلك. والقرآن كلام الله حقيقة، يعني ليس مجازا وليس حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. كما بينا لكم أن الأشاعرة فرقة كلامية، والأشاعرة كما ذكرنا معتقدها يدرس في مدارس الأزهر من الصف الثاني الإعدادي. يعني هذا الكلام الذي نذكره هذا يدرس لأولادنا في المدارس الأزهرية في المعاهد وفي الكليات. لذلك نقول لابد من الانتباه لذلك حتى تكون عقيدة أولادنا عقيدة أهل السنة والجماعة وليست بعقيدة الفرق الكلامية المبتدعة. قالوا الأشاعرة قالوا الكلام نوعان، نفسي ولفظي. قالوا النفسي هذا قديم، وأما اللفظي فهو حادث مخلوق. هذا الكلام كلام مبهم، حتى أن ابن كلاب هو أول من ابتدع هذا الكلام وقال إن الكلام كلام نفسي، الكلام الذي نثبته لله هو كلام نفسي، فعجز عن تفسيره فقال إنه معنى يناقض السكوت. إيه الكلام النفسي؟ معنى إيه؟ يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. وقالوا بذلك، يعني يقولون إن اللفظي هذا مخلوق، الكلام القرآن ده اللي هو اللفظ اللي احنا بنقول عليه إن احنا بنؤمن أن القرآن حروفه ومعانيه هي كلام رب العالمين، يقولون لا، هذه الألفاظ هذه الحروف هذه مخلوقة، لا، الكلام الذي نثبته لله هو الكلام النفسي. طب إذن ماذا نقول في القرآن؟ يقولون نقول عبارة عن كلام الله، نقول حكاية عن كلام الله. وقالوا كلامه ليس بحروف ولا أصوات، إنما هو كلام مجرد، والمتأخرون منهم قالوا هو مخلوق في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال خلقه في الهواء فأخذه جبريل، ومنهم من قال بل إن الله أفهم جبريل المعنى فعبر عنه جبريل بقوله، فالقرآن قول جبريل وليس كلام رب العالمين، وهذا صرح به الباقلاني. وقالوا يسمى كلام الله مجازا. فهذا الباجوري في شرح الجوهرة دي تدرس كما ذكرنا في المدارس. يقول الباجوري في شرح الجوهرة مذهب أهل السنة، يريد الأشاعرة، أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، وهذا كلام باطل وبدعة وضلالة. فالقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى عز وجل ليس بمخلوق. كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، يعني لم يكن معدوما ثم وجد. فيقول هنا القرآن كلام الله حقيقة، هذه الكلمات وهذه الحروف وهذه الألفاظ العربية تكلم الله عز وجل بها،
وكلامه غير مخلوق، لأن كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كثير جدا. الدليل على ذلك من القرآن، قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأشياء يكونها الله عز وجل بكلمة كن، فكن ليست مخلوقة لأنها من كلام الله، إنما يخلق الله عز وجل الخلق بأمره سبحانه وتعالى. هذا دليل. الدليل الثاني قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن من أمر الله سبحانه، وأمره عز وجل غير مخلوق، فهو سبحانه وتعالى يخلق الخلق بكلامه الكوني، ألا وهو كن. فيكون الله عز وجل الأشياء بكلامه، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قوله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالقرآن من علم الله، من بعد ما جاءك من العلم. فالقرآن من علم الله، وعلم الله ليس مخلوق، علم الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فعلمه عز وجل ليس مستحدثا، نعوذ بالله. الذي يقول إن علم الله مخلوق هذا يكفر، لأن معنى مخلوق يعني يصف الله عز وجل بالجهل، لم يكن عالما فأحدث له علم سبحانه وتعالى عز وجل، بل لا يزال الله عز وجل عليما سبحانه وتعالى. فصفة العلم له صفة ذاتية لا تنفك عنه. كذلك أيضا من علمه القرآن من بعد ما جاءك من العلم، وقال الله سبحانه وتعالى: أنزله بعلمه، يعني أنزل القرآن بعلمه. والعلم هذا، فالقرآن من علم الله، والعلم صفة من صفاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأدلة على أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولكن حق القول مني وما كان منه سبحانه فهو غير مخلوق. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالمخلوقات كلها تنفد، أما كلمات ربنا عز وجل فلا تنفد. وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يقول عز وجل بعد أن يفني الخلائق: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. كذلك أيضا وقع الإجماع على أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. فلو حلف إنسان بالمصحف، الحلف بالمصحف حلف صحيح. لماذا؟ لأن هذا المصحف يتضمن كلام الله،
فالذي يحلف بالمصحف فهو يحلف بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فلو كان الحلف بالمصحف في اعتقاد من يقول إن القرآن مخلوق لكان حلفا باطلا. أما الحلف بالمصحف، الحلف بالمصحف هو حلف بكلام الله أي بصفة من صفات الله، فهو حلف صحيح. فلو إنسان حلف بالمصحف وحنث في يمينه فيلزمه كفارة يمين، والكفارة لا تجب إذا حلف الإنسان بمخلوق. يعني واحد قال وأبي وحياة أبي، يبقى هنا حلف بمخلوق، حنث في هذا اليمين لا تلزمه كفارة يمين، عليه أن يستغفر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن هل تلزمه كفارة؟ لا تلزمه كفارة. أما إذا حلف بالمصحف فوحنث في يمينه تلزمه كفارة. لماذا؟ لأن المصحف متضمن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته عز وجل. والإنسان إذا حلف، حلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأدلة قوله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ففرق الله عز وجل بين علمه وخلقه. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، فالقرآن علمه، خلق الإنسان والإنسان خلقه، ففرق بين علمه وخلقه سبحانه. فدل ذلك على أن علمه غير مخلوق، والقرآن من علمه سبحانه وتعالى. والعلم هنا هو الذي هو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن من الله بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، ليس بمخلوق. ومن نسب إليه كجبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فمعنى أنه أداه وبلغه. قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. المقصود أنه بلغه عن الله وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله عز وجل إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كريم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وأسمعه أمته صلى الله عليه وسلم. فمعنى القرآن كلام الله منه بدأ يعني تكلم الله عز وجل به ابتداء. وإليه يعود يعني في آخر الزمان، وإليه يعود يعني في آخر الزمان. فالقرآن يسرى عليه ليلا، سبحان الله، سيأتي في آخر الزمان في ليلة، يسرى على القرآن فيصبح الناس فقراء منه، لا يجد الرجل في صدره آية. وإنه أيضا يرفع من المصاحف فلا يبقى منه في الأرض حرف واحد. قال ابن مسعود رضي الله عنه أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال، يعني الناس حفظها، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون فقراء وينسون. فقراء يعني فقراء من القرآن، ليس في صدورهم شيء منه،
وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول، أي ذلك يكون قبل قيام الساعة، لأن قبل قيام الساعة لن يكون على الأرض إلا الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. وجد من الناس من قال إن القرآن مخلوق، قال هذه الكلمة الجعد بن درهم، وهذا قتل على الزندقة، أخذها منه رجل آخر اسمه الجهم بن صفوان، وهذا أيضا قتل على الزندقة، وتنسب إليه فرقة نارية اسمهم الجهمية، ومن الجهمية الغلاء، ومن الجهمية المعتزلة. المعتزلة ورثت هذه الكلمة، بشر المريسي رجل من رؤسائهم أخذ هذه الكلمة، وهي القرآن مخلوق، يعني ليس كلام الله عز وجل، فأخذوا هذه الكلمة وأضل المعتزل المأمون الخليفة العباسي، فجعل المأمون يمتحن العلماء، من يقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة منه بدأ وإليه يعود فكان يسجن، وصارت الدولة للمعتزلة في ذلك الزمان، وامتحن الإمام أحمد رحمه الله وسجن وضرب بالصوت وأفرج عنه في عهد المعتصم، يعني شوف كم خليفة المأمون والمعتصم والواثق دول ثلاث خلفاء من العباسيين أضلهم المعتزلة في اعتقاد القرآن، فقالوا القرآن مخلوق، وجعلوا يمتحنون العلماء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سجن وضرب بسبب ذلك وثباته على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، إلى أن جاء الله عز وجل بالفرج، وهدى الله سبحانه وتعالى الخليفة المهتدي بالله، والحمد لله، وكان على مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس المخلوق، ولقب الإمام أحمد رحمه الله بإمام أهل السنة والجماعة. وهناك من ورث أيضا هذا الكلام، ولكن قالوا بالكلام النفسي، فالكلام النفسي كلام قديم، صفة قديمة لله، والكلام اللفظي هذا مخلوق أو مخلوق في اللوح المحفوظ، وهذا كما ذكرنا اعتقاد الأشاعرة، وإن لله وإن إليه راجعون، مع أن الإمام الأشعري رحمه الله صاحب هذه العقيدة قد تاب وخلع رداءه وقال: ها أنا أنخلع من اعتقادي كما أخلع ردائي هذا، ومع ذلك بقي أتباعه مستمسكين بعقيدته التي تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى، وألف ثلاث رسائل يثبت فيها أن معتقده على معتقد أهل السنة والجماعة، ككتاب الإبانة، وكتاب مقالات الإسلاميين، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، أثبت فيها أن معتقده على معتقد الإمام أحمد رحمه الله. والإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر ما يقارب 550 عالم وإمام من التابعين ممن ظهر في عهدهم هذه المقولة إلى ما شاء الله تعالى، 550 كلهم يقولون أن قول القرآن مخلوق كفر، أن هذا كفر، وكفروا من قال هذه المقولة، حتى قال أحدهم: قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه مخلوقة؟ قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل هذه مخلوقة؟ قال الله عز وجل: هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن. الآية إلى آخر الآية، هل هذه مخلوقة؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء المبتدعة علوا كبيرا. إذن نعتقد أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى حقيقة، لذلك عندما نتلوه لا بد وأن نتلوه معظمين لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ونقرأه بحضور قلب وخشوع، بحضور قلب وخشوع، وأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأننا ننتبه عند قراءته، ويكون الهم هو الفهم، الفهم والوعي، ثم نعمل بما فهمناه. كذلك من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، التامات أي التي لا يلحقها نقص من شر ما خلق. فلو كانت كلمات الله مخلوقة فهل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوذ بمخلوق؟ يعني لو كانت الكلمات مخلوقة فهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أعوذ بكلمات الله التامات هنا يعوذ بمخلوق؟ لا، إنما كلمات ربنا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وكذا قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، يعني على الغيب، إنما الإنسان يستعيذ بمخلوق حي حاضر قادر. يعني ممكن أقول يا فلان أعذني، فلان قدامي حاضر قادر على ما أريد عليه، يا فلان مثلا أعذني، يا فلان احميني، هذا جائز، لأنه فيما يقدر عليه الإنسان، لأنه جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له بصوت، فجعل الغلام يقول أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله، يعني أحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه يجوز أن يحتمي الإنسان بالمسلم الحي الحاضر القادر على ما أحتمي به فيه واستعيذ به. أما الغيب فهذا لا يجوز، كمن يستعين بالجن، الجن هذا غائب، لا يجوز لك أن تستعين بغائب لأنك لا تدري من هو، فالاستعاذة عبادة ولا تكون إلا بالله. أما بالنسبة للإنسان فهذا يعني شرط أن يكون حاضرا حيا وقادرا على ما أستعيذ به في الأمر الذي أريده. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا آخر الكلام عن الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. من كتاب الفقه الميسر، ما زلنا نتكلم عن فقه النكاح، ووصلنا
ووصلنا إلى المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع، يبقى احنا ذكرنا في محرمات في النكاح، في محرمات بالقرابة، وفي محرمات بالمصاهرة، وفي محرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع، يحرم بالرضاع 7 نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن 2، وألحقت السنة بهن 5. ننتبه لهذه المسألة، مسألة الرضاع، مسألة الرضاع. الأم ينبغي أن تتحرى في من يرضع ابنها، فهنا الأم تكون حريصة جدا أنها هي التي ترضع أولادها. إن كانت هناك حاجة أو هناك عذر واحتاجت إلى أن يرضع أحد من النساء أولادها، فينبغي أن تختار الدينة الصالحة والتي يكون طعامها من حلال، لأن الرضاع هذا يؤثر، هذا الرضاع سيأخذ هذا الرضيع من أمه، هذه من الرضاع، لأن الرضاع هذا بيؤثر، الرضاع هذا يؤثر، فممكن هذا الرضيع يأخذ من خلقها، فلا بد وأن يختار من سيقوم بهذه الرضاعة. وكذلك على الأم أن تحسب، يعني إيه تحسب؟ أرضعت مثلا ابنها امرأة 5 رضعات مشبعات، يعني عطت ابنها الواحدة ترضعه، فالولد بيرضع أمسك بالثدي وتركه، يبقى كده مرة مسكه تاني ورضع وسابه، يبقى كده 2، مسك تالت ورضع وسابه، يبقى كده 3. فبعدين قامت مثلا، ممكن يحصل 5 دول في قاعدة واحدة، طيب ممكن رضعته مرة تانية. المهم اللي بيحرم 5 رضعات، لو ابنك ده رضع من واحدة 5 رضعات، تبقى على طول تبيني، تقولي لأهل البيت إن ابني ده بقى ابن الست الفلانية دي، بقى ابنها، صار ابنها من الرضاعة. يعني إيه صار ابنها من الرضاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. يعني إيه؟ يعني الست اللي رضعته دي أم، زوجها أبوه، طب وعيالها أخواته، يبقى كده ما ينفعش الولد ده يتجوز بنت من الأسرة دي. ليه؟ لأنها أخته من الرضاعة، يبقى دي أخته من الرضاعة. طيب ينفع ابنك انت التاني اللي هو ما رضعش ان هو يتجوز اخت ابنك من الرضاعة؟ ينفع، لان انت ما رضعتيش، انت كأم ما رضعتيش، اللي رضعت الست التانية، يبقى ابنك ده ما رضعش منها، يبقى في الحالة دي ينفع يتزوج منهم. مين بقى اللي محرم عليه؟ اللي هو رضع. طب ممكن تكوني مثلا بنت الست دي انت رضعتيها، رضعتها 5 رضعات مشبعات، يبقى صارت بنتك وعيالك بأخواتها، ما ينفعش حد من الأولاد دول، مع ان مفيش حد رضع منهم معاها، ما ينفعش يتجوزها، لان ديت بقت ايه؟ بقت اختهم. فلا بد ان احنا ننتبه للمساله دي جدا، لان في ناس بتموت والاطفال دول بيكبروا،
فيجي الولد عايز يتجوز البنت دي وما يعرفوش ان ما يعرفش ان دي اخته من الرضاعه، وهنا ما ينفعش يتجوزها لان في مانع. المانع انها اخته من الرضاعه. فننتبه لهذه المساله جدا جدا. مين بقى اللي يحرم بالرضاع؟ اول واحده الام بالرضاع، هي المراه التي ارضعتك ويلحق بها امها وام امها وام ابيها. يبقى هنا الام وما عليها خلاص هيبقى ايه؟ هيبقى زي ما قلنا ابن الاسره دي. الاخت بالرضاع وهي التي رضعت من امك او رضعت او رضعت من امها او رضعت انت وهي من امراه واحده او رضعت من زوجه ابيها او رضعت هي من زوجه ابيك، لقوله تعالى امهات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. طب السنه حرمت مين بقى؟ حرمت بنت الاخ من الرضاع. زي ما قلنا كده خلي بالنا من المسائل دي، ان الولد ده هيصير من الاسره ديت بنت الاخ من الرضاع، بنت الاخت من الرضاع، العمه من الرضاع وهي التي رضعت مع ابيك، الخاله من الرضاع وهي التي رضعت مع امك، البنت من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل ابا لها من الرضاع. الله اكبر. دليل التحريم قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنها إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هناك محرمات تأقيتا. يعني ايه تأقيتا؟ يعني تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. كل اللي فات ده تحريم أبدي، أما هذا التحريم تحريم مؤقت. هناك نساء يحرم
هناك نساء يحرمن تحريما مؤقتا من أجل الجمع، وهناك ما يحرم لعارض. أما الذي يحرم من أجل الجمع، الجمع بين الأختين ده حرام، سواء كانت من النسب أو من الرضاع. يعني مثلا أخته أخته وليها أخت تانية، يبقى حرام أن يجمع بينهم. أو أخته من النسب وأخته من الرضاعة، برضو حرام يجمع بينها. أخت من النسب وأخت من الرضاعة حرام يجمع بينها. يجمع بينهم يعني حرام يتجوزهم. هو ليه يتجوز أربعة؟ ينفع يتجوز اثنين من الأربعة دول يبقوا أخوات؟ اثنين أخوات ما ينفعش. سواء الاثنين دول من النسب يعني أخوات من النسب، أو واحدة من النسب والتانية من الرضاعة. وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا، يعني يتجوزهم مع بعض عقد، دي عقد ودي عقد في أن واحد، أو عقد على أختها مثلا، عقد على واحدة النهاردة وبعد سنة أم جاي عقد على أختها، يبقى حرام سواء مع في وقت واحد أو مفرقا. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها. يعني إيه؟ يعني ده ثبت بالسنة، منفعش الراجل يتزوج امرأة وعمتها، يجمع بينهم يعني، يعني ما يبقى عنده زوجتين، امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها أو امرأة وبنت أخيها أو بنت أو بنت أختها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها، يبقى لا يجوز الجمع بين الاثنين دول، لا يجوز. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا رواه البخاري ومسلم. يبقى ده ثبت بالسنة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. هذه الجزء من الحديث كتأكيد للحكم، يعني الكبرى يعني المقصود في الرتبة هنا، يعني مثلا الخالة وبنت أختها يبقى الكبرى على الصغرى. يبقى الجزء الثاني من الحديث كتأكيد للحكم، كما أجمع العلماء على هذا التحريم. يبقى هنا في تحريم مؤقت من أجل الجمع، وهناك تحريم لعارض، وهذه إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد.